إخواني وأخواتي، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا قول الله جل وعلا. قال جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان في أصح أقوال أهل العلم. ولا ينبغي للإنسان أن يجزم على ليلة من لياليها. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لها علامات، لكن من قام العشر الأخيرة من رمضان أدرك ليلة القدر جزما بإذن الله جل وعلا، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولذلك للأسف الشديد تجد بعض الناس يفرط في ليالي رمضان، حتى إذا جاء ليلة من لياليه من العشر الأخير قام رمضان ويعتقد بأن هذه ليلة القدر. وقد قال عمر لرجل سأله عن الصلاة الوسطى، قال: صل الصلاة كلها تدرك الصلاة الوسطى، فأنت قم الليل كله في رمضان تدرك ليلة القدر بإذن الله.